يسعد أوقاتكم مشاهدينا. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا. أما درجات الحرارة بتبقى أدنى من معدلاتها بقليل، بيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا فوق المناطق الشرقية والبادية والجزيرة. رياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا بعد الظهر، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. نبقى هلأ بجولة صغيرة على درجات الحرارة بالمحافظات السورية. هذا كان كل شيء لأخبار الجولة اليوم، شوفكم بكرة نشرة جديدة.